الله مع بعثة فريق النادي الأهلي اليوم، وتهادر مطار القاهرة الدولي استعدادا لمباراة السوبر، حيث تصل إلى مطار أبو ظبي في مساء اليوم، مساء يوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام فريق المصري، حيث أن الأهلي هو بطل الدوري وبطل الكاس، لكن يواجه فريق المصري بما أنه صاحب المركز الثاني في المباراة النهائية في مباراة كأس مصر. بعثة فريق النادي الأهلي غادرت مطار القاهرة ببعثة قوامها 47 فردا. بالتأكيد بعثة فريق النادي الأهلي كابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن حسام البدري استعد استعداد جيد جدا لهذه المباراه الهامه، خاصه بعد مباراه القمه امام فريق نادي الزمالك والفوز بثلاثيه، وكان هناك وقت ضيق استعدادا للصفق لهذه المباراه، لكن هناك ترتيبات واستعدادات خاصه خلال الساعات القليله الماضيه. يمكن تعذر سفر حتى هذه اللحظات والفريق على متن الطائره متجه الى ابو ظبي، اماره ابو ظبي، استعدادا لمباراه السوبر، تعذر سفر او امكانيه لحاق مؤمن زكريا بالبعثه صباح اليوم نتيجه تعذر يعني استخراج التاشيره الخاصه به للسفر الى دوره الامارات العربيه المتحده. ايضا عمرو بركات، بالتاكيد الجهاز الفني منحه الفرصه لعدم التواجد مع الفريق خلال مباراه السوبر، خاصه لديه عديد من العروض المحليه خلال الفتره الحاليه، فهناك اتجاه لاعاره عمرو بركات خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير الجاري. شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى متواجدين مع بعثه فريق النادي الاهلي، جونيور اجاي، عبد الله السعيد، وليد ازارو اطمئنين على حالته متواجد مع البعثه، رامي ربيعه تعذر سفره مع الفريق نتيجه طبعا تعرضه لاصابه في العضله الضامه في مباراه الزمالك، وبالتالي لن يلحق بمباراه السوبر. بشكل عام الاستعداد جاريه بشكل جيد جدا، الفريق تواجد في مطار القاهره قبل موعد الطياره باكثر من ساعتين ونصف، كل الاجراءات الاداريه الخاصه باستخراج الجوازات والتاشيرات وكل الاجراءات الخاصه بالبعثه تسير على ما يرام. الفريق مجرد ان يصل الى ابو ظبي سيكون هناك استعداد خاص جدا للفريق بالكامل، سيخلد مباشره الى الغرف للنوم استعدادا للتدريبات خلال اليوم التالي والايام التاليه لوصول البعثه الى مدينه ابو ظبي، حيث ان الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري فضل اراحه اللاعبين وعدم اقامه تدريب صباحي في يوم السفر حتى لا يتعرض اللاعبين لاجهاد، خاصه وان الفريق ادى مباراه كبيره وقويه امام فريق نادي الزمالك. البعثه تسافر ب 47 فرد، وهنا في مطار القاهره ونحن نتحدث معكم بشكل خاص وحصري مع بعثه فريق النادي الاهلي داخل مطار القاهره بكل التفاصيل الخاصه بفريق النادي الاهلي، وسنكون معكم على مدار اليوم في النشر الرياضيه وفي جميع البرامج وحتى مساء اليوم وخلال الايام القادمه نلقل لكم بالصوت والصوره تفاصيل حيه وتفاصيل حصريه واخبار حصريه وجديده عن فريق النادي الاهلي واستعداده، وايضا امكانيه طبعا تواجدنا مع جماهير النادي الاهلي هناك في الامارات في الوطن العربي الكبير. جماهير الاهلي تمتلئ بشكل كبير جدا في اماره ابو ظبي وتشجع الاهلي وتتواجد وتاتي من كل مكان، تاتي من السعوديه، من الكويت، من كل مكان، تاتي من امريكا، من كندا، من المكسيك، حريصه على التواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. التقينا بالكابتن حسام البدري فور الوصول، الجميع في حاله استعداد جيد جدا، حاله معنويه متميزه، الجميع على هبه الاستعداد. فوز على الزمالك دفع بالفريق واعطى للفريق دفعه معنويه كبيره جدا في هذه المباراه، لكن بشكل عام نكتفي بهذا القدر من الاخبار والمتابعه الحيه من المطار ومع اللاعبين ووسط الفريق واستعداد خاص لهذه المباراه، مباراه الاهلي والمصري، وان شاء الله باذن الله تكون بطوله السوبر العاشره، خاصه ان ملعب هزاع بن زايد والذي سيستضيف هذه المباراه، الاهلي حقق عليه هذا اللقب في اول سوبر اقيم خارج جمهوريه مصر العربيه، وكان العام قبل الماضي على فريق نادي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في اماره العين بابو ظبي.